أحيت جوقة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك الحصن أمسية مريمية في كنيسة انتقال السيدة للروم الكاثوليك في المفرق، وبحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجموع من المؤمنين، كما وقدم أفراد الجوقة باقة من التراتيل البيزنطية. يا بتول وأم الكلمة الشدائد والضيقات، هلمي واقبلي من عربون حب أكيد مع تهانينا، أكيد مع تهانينا. وفي كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك في مرج الحمام أحيت جوقة الأردن البيزنطية بقيادة المرنم حسام حداد أمسيتها المريمية الثانية بحضور الآباء الكهنة وجموع المؤمنين، وقدموا العديد من التراتيل البيزنطية والغربية المنوعة. الإحساس اللي ينتابني دائما، صحيح أنه انتزعوا سلام أراضينا لكن ما يقدرون أن ينتزعون سلام قلوبنا، لأن هذا السلام داخله محبة كبيرة ننقلها للعالم أجمع. دائما هذا الحب هو يفيض حب المسيح اللي نشهد له بكل موقف. راح تكون رسالتنا وين ما نكون رسالة محبة، راح نثمر ونكون شهادة نكرز بيها، بذورنا راح تتوزع بالعالم كله، ما يقدرون أن يمحون أي محبة بداخلنا، ما تنقتل ما دام محبة المسيح هي تفيض بداخلنا. نحن فخورين أن نصلي لأمنا العذراء، وأيضا نطلب السلام من سيدة السلام أمنا مريم أم المخلص أم الإله، وأيضا في هذه الأوقات العصيبة التي يمر فيها الشرق، التي يمر فيها العالم وهو أيضا بحاجة إلى السلام، السلام الحقيقي. في هذه الأيام نحن نشكر الله على نعمة الأمن والأمان التي نحظى بها في الأردن في ظل القيادة الهاشمية. استطعنا بعون الله تعالى وبتراتيل العذراء مريم شفيعتنا أن نصلي مع بعضنا البعض وأن نعيش أجواء روحية طيبة ومباركة. وفي ذات السياق أقامت جوقة قلب يسوع الأقدس بقيادة المرنم فارس عباسي أمسيتها المريمية بعنوان افرحي وتهللي يا مريم بحضور المطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وجموع المؤمنين، وقدم أفراد الجوقة مجموعة من التراتيل المريمية. إني بوجهك كل آن محدق، ينساب عطرك في حنايا أضلعي، وشذا حنانك في الخليقة يورق، حبي لك غلفته بتضرع. قلبي وروحي حب
ربي حياتي عنيقي فرحي وجيراني.